السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ألف مليون مبروك. بعد تعادل النادي الأهلي النهاردة رجع الأمل تاني في بطولة الدوري الممتاز المصري، وأتمنى إن لعيبة الزمالك يركزوا أكتر من كده شوية عشان خاطر الكلام اللي إحنا بنقوله بقالنا 48 ساعة على لعيبة الزمالك. مش هما اللي بيخسروا، مش هما الأهلي مش هو اللي بيكسب الدوري، لا الزمالك هو اللي بيديله الدوري. فعشان كده بنقول لو سمحتوا ركزوا، آدي المستوى بتاع المنافس بتاعك عامل إزاي، وده حاجة لازم تركزوا فيها أكتر من كده، لأن مستوى النادي الأهلي مش المستوى اللي ممكن يخليك تبقى قلقان من الفوز بالدوري. لو أنت مركز هتاخد الدوري بسهولة جدا. النهاردة عندي فيديو فيه تفاصيل مهمة جدا، وأنا يمكن كان عندي انفرادات فيه كتير جدا جدا. الفيديو ده مهم وخاص بموضوع مهم، فأتمنى من جمهور الزمالك كله يتابع الفيديو ده كويس ويركز فيه كويس، عشان في تفاصيل كويسة جدا بتخص نادي الزمالك وبتخص كهربا وبتخص الغرامة اللي موجودة على كهربا. نخش في الفيديو على طول ونتكلم، كلكم تابعين من البداية قضية كهربا من خلال الصفحة. كان لنا الحمد لله رب العالمين انفرادات كتير فيها، وكان منها ان الفيفا هيفتح ملف انضباطي جديد للاعب لو ما دفعش، وده حصل، والنهاردة هقول لكم انفراد جديد. وصل خطاب رسمي من اتحاد الكوره، من اتحاد الكوره، من الاتحاد الدولي لكره القدم فيفا الى الاتحاد المصري اللي بدوره نقله لنادي الزمالك. ايه بقى الكواليس والانفرادات؟ كلكم تابعتوا المواقع وزي ما عرفتوا الفيفا منح كهربا مهله 6 ايام يرد فيها ويقول ليه ما سددش غرامه الزمالك قبل ما يتم اصدار حكم جديد في القضيه. الجديد بقى، وده من نص الخطاب مش مجرد معلومات، الخطاب بيقول الملف هيتم احالته يوم 2 فبراير للجنه الانضباط. ليه؟ ليه هيتم او ليه هيتم احالته للجنه؟ لان الفيفا شايفه ان في خرق من جانب كهربا لاحكامها وعدم احترامه للقرارات او تجديد او تحديد العقوبات الموقعه عليه، لانه ما سددش الغرامه في موعدها رغم مهله ال6 شهور، وبالتالي تم منح مهله ليه 6 ايام بس يرد فيها ليه ما دفعتش لحد دلوقتي. طب لو ما قدمش اسباب او ما دفعش الغرامه، برضو الخطاب شامل، ايه اللي هيحصل؟ واللي جه في الخطاب نصا كالتالي، ان اتفتح للاعب ملف انضباطي زي ما قلت لكم من قبل كده، واتقال لو اللاعب ما قدمش اسبابه هيتحكم فيها الملف التأديبي بالملفات الموجودة عنده واللي مقدمها الزمالك. يعني معنى كده ان اللاعب اصبح مهدد ان العقوبة تتضاعف، مش مجرد 2 مليون دولار وفوائدها 5% بس، لا ده ممكن كمان تزيد عن كده ويبقى فيها عقوبات اصعب واصعب وحاجات اكتر من كده بكتير جدا. معنى كده زي ما قلنا ان كهربا مش هيعرف يلعب، معنى كده قلنا ان كهربا واقع في مشكلة كبيرة جدا، معنى كده ان كهربا مش هيعرف يلعب الفترة الجاية. وده كلام يا جماعة من نص خطاب اتحاد الكورة، مش كلام احنا بنقوله خلاص، لا ده كلام خاص جاي من الاتحاد الدولي بيردوا بيه على موضوع كهربا، وان الكلام داخل على الجد قوي، وان الموضوع هيبقى كبير قوي بالنسبه لك كهربا. وفي ظل ان النادي الاهلي نفسه عمال يشتري في لعيبه ويدفع دولارات، وبيدفع دولارات كتير جدا، منها يعقوب اللي مشي وخد غرامه على المشيان بتاعه، ان هو ما قدرش ان هو يعدي الكشف الطبي بتاع النادي الاهلي، ومشوه كانوا مشترينه ب2 مليون دولار او ب2.5 مليون دولار، والموضوع باظ والموضوع فشل بالنسبة لكهربا. نفس الكلام يا جماعة، نفس الكلام بنقول كهربا لو سمحتوا يا نادي الاهلي اقفوا جنب اللاعب بتاعكم، لان كهربا داخل على مرحلة تبطيل الكورة. عرفتوا ليه انا كنت بقول كهربا كهربا كهربا؟ وده الكلام اللي انا بوضحه وبقوله كل مرة، وبحاول ان انا اوضحه للناس والناس ما بتصدقش. نيجي الموضوع المهم التاني، ان خطاب جمهور ان 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 بخطاب جمهور الزمالك الاهلي تعادل النهارده، انا بخاطب جمهور الزمالك الاهلي الزمالك ان جمهور الاهلي تعادل النهارده، ان الاهلي اتعادل النهارده، وده اللي بتكلم فيه دايما، ان الدوري لسه في الملعب، بشرط اننا نقف مع بيريرا، ما نقفش
في صف اللعيبه دلوقتي نتعب مديرنا الفني، وان الراجل يا جماعه مدير فني محترم، وان الراجل من المديرين الفنيين الفاهمين، وان الراجل بيشتغل بكل ما يملك من قوه، وان الراجل فاز في الدوري السنه اللي فاتت في دوري اصعب دوري شفته، وكان ما عندناش لعيبه وقدر يعمل منهم حاجه. فيريرا عنده اخطاء، ما عنديش مشكله، وانا قلت الكلام ده امبارح، بس فيريرا يا جماعه مش هو المدرب لوحده اللي خطأ. انتوا شايفين حالة لعيبة الزمالك ازاي؟ انتوا شايفينها ازاي؟ حد يرد عليا ويقول لي. عشان كده بنقول ايه؟ لازم لعيبة الزمالك يقاتلوا على نفسيهم، لازم لعيبة الزمالك يركزوا اكتر من كده، لازم لعيبة الزمالك امبارح اخر 10 دقايق مش موجودين في الجيب. ما بيقاتلوش. سايبين الكورة والامور سهلة وانا بتعادل وانا والنادي الاهلي، اديكم شايفين مستواه. وقلت لكم النادي الاهلي لسه هيقع تاني. بس اهم حاجه لعيبه الزمالك يبقوا رجاله مع المدير الفني ورجاله مع النادي، لان في الاخر النادي يا جماعه، النادي يقدر يحصل نادي الزمالك على بطوله الدوري بسهوله لو مركزين، لو فايقين، لو في حالتهم الطبيعيه. عشان كده بنطالب لعيبه الزمالك الفتره الجايه بالتركيز بشكل كبير جدا في الدوري، وبنطالب الجمهور بدعم الراجل، لان خدوا بالكم لو فيريرا مشي مش هنعرف نجيب مدرب زيه تاني، وهنندم عليه، لان فيريرا مدرب كبير. انا بقول لكم الكلام ده وانا واثق في كلامي وقادر وعارف انا بقول ايه. فيريرا مدرب كبير، عنده مشاكل، عنده عنيد شويه، عنيد، بس في الاخر هو مدرب كبير قدر يحصل للزمالك على بطوله دوري وكاس في مده قليله جدا جدا السنه اللي فاتت. وراجل عمل لعيبه كتير، طلع لنا سيد نيمار، طلع لنا حسام عبد المجيد، طلع لنا عدد كبير جدا من اللعيبه الكويسين اللي ممكن يضيفوا لنادي الزمالك الفتره الجايه ويعملوا، وعاملين اضافات كبيره جدا في الدوري. فعشان كده بنقول ايه؟ لو سمحتوا يا لعيبه الزمالك ركزوا، لو سمحتوا الدوري في ايديكم. وهيبقى خد بالك التاريخ ما بينساش، التاريخ بيقول لو حصلت على الدوري السنه دي انت بتبقى السنه الثالثه على التوالي، وده مهم جدا، وده امر لازم انتوا تدرسوه كويس جدا، لازم تفهموه كويس جدا. ما حصلتش في تاريخ نادي الزمالك ان نادي الزمالك حصل على 3 دوري ورا بعض. عشان كده بنقول ايه؟ ركزوا ركزوا ركزوا، عشان لو خسرنا الدوري السنه دي هتبقى انتوا اللي خسرتونا الدوري. من هنا بنطالب جمهور الزمالك بمسانده الراجل، وقفتهم جنب الراجل وجنب المدير الفني، عشان الدوري قريب مش بعيد. لو اللعيبه ركزت في الدوري هناخد الدوري ان شاء الله باذن الله. كل التحيه لكم وكل الشكر ليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.